بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى في باب الوليمة: وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. المصنف رحمه الله تعالى حينما أنهى الحديث عن أحكام وليمة النكاح ناسب أن يذكر بعضًا من الأحكام المتعلقة بالأكل، وهذا الموضع أعني باب الوليمة يذكر فيه الفقهاء كثيرًا بعضًا من أحكام تناول الطعام، ولكن المصنف أورد في آخر هذا الكتاب كتابًا جامعًا، وكان الأنسب أن يذكر مثل هذه الأحاديث في ذلك الموضع فإنه قد يكون أنسب. مما أورده المصنف في هذا الباب حديث أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا آكل متكئا. وهذا الحديث رواه البخاري في الصحيح. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا آكل أي لا أفعل هذا الفعل، وقد تكلم الأصوليون عن دلالة لا أفعل، أهي دالة على التحريم أم هي دالة على الكراهة؟ وقد ذكر العلامة ابن القيم في بدائع الفوائد أن عبارة لا أفعل كذا التحقيق أنها تدل على الكراهة ولا تدل على التحريم، ولذلك فإن الفقهاء أخذوا من هذا الحديث كراهة الأكل متكئا وليست دالة على التحريم لدلالة اللفظ بذاته، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، وقد يتكرر معنا هذا الأمر كثيرا، أن فقهاءنا كثيرا ما يعللون في باب الآداب بأن الأمر فيه للندب وأن النهي فيه للكراهة، وقد ذكر هذه القاعدة الشيخ ابن النجار الفتوحي، تقي الدين الفتوحي، صاحب منتهى الإرادات، ذكرها في شرحه على مقتصر التحرير المسمى بشرح الكوكب المنير، فذكر أن قاعدة المذهب أن الأوامر والنواهي في باب الآداب إنما تحمل على الندب أو الكراهة للوجوب والتحريم. إذن عرفنا مأخذ الفقهاء رحمهم الله تعالى في حمل الكراهة أو حمل النهي في هذا الحديث على الكراهة، وأنه من جهتين، من حيث المعنى ومن حيث اللفظ. المسألة الثانية معنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا، هذا الاتكاء المنهي عنه نهي كراهة ما صفته؟ نقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا يحتمل أمرين: إما الاتكاء في الهيئة أو الاتكاء في فعل الأكل، إذن هما تفسيران. إما في الهيئة، وسأتكلم بعد قليل عن أن الفقهاء اختلفوا في هذه الهيئة التي تسمى اتكاء، وهو المشهور في تفسير الاتكاء. والأمر الثاني تفسير الاتكاء بالفعل، فيكون المعنى حينئذ لا آكل متشبها بفعل أهل الدنيا راغبا في الأكل، فلا يأكل بنهم ولا يأكل أكلا كثيرا. وهذا التفسير الثاني، أعني تفسير الاتكاء بالفعل، أي لا آكل متكئا اتكاء على الدنيا، ذكر ابن مفلح رحمه الله تعالى أنه خلاف المشهور، وأن المشهور تفسير الاتكاء بالفعل، يعني هيئة، عفوا، أن تفسير الاتكاء بالهيئة، بهيئة الجلوس لا بفعل الأكل. وقد اختلف في معنى الاتكاء المنهي عنه عند الأكل. وإذا نظرنا إلى دلالة اللغة وجدنا أن الاتكاء لا يخرج عن أمرين: إما الاعتماد وإما الانحناء. وبناء على ذلك فقد أخذ العلماء من ذلك صورا أربع أدخلوها في باب الاتكاء. فقال بعض أهل العلم إن المراد بالاتكاء هو أن المرأة يتكئ على جنبه ويكون نائما ومنبطحا، ولذلك جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما النهي عن الأكل منبطحا، فلا يأكل الشخص راقدا ولا على جنب ولا على بطنه ولا على ظهره. وهذا المعنى معنى صحيح، وقد ورد النص به في أثر ابن عمر المتقدم. وهل هذا تفسير أم هو صورة أخرى؟ هذه مسألة ثانية. المعنى الثاني الذي ذكروه قالوا أن يكون الاتكاء بمعنى الاعتماد،
فيأكل الشخص وهو معتمد على شيء. ونحن نعلم كما مر معنا في باب الصلاة أن هناك شيئا يسمى اعتمادا وأن هناك شيئا يسمى استنادا. فأما الاعتماد فيكون اعتمادا على نحو عصا، وأما الاستناد فيكون للظهر على نحو جدار. والذي يقصده الفقهاء هنا الصورتين معا في الأكل، فلا تأكل معتمدا ولا مستندا على شيء. والمعنى الثالث من معاني الاتكاء هو أن يكون المرء أن يأكل المرء متربعا. وجلسة التربع واضحة ومعلومة، مثل ما يجلس أخونا مسعود وعبد الرحمن والأخوان كلهم. وقد جاء عن بعض أهل العلم تفسيره بذلك، تفسيره بذلك أي أن النهي إنما هو التربع. والتفسير الرابع الذي ذكره أهل العلم أن معناه ألا آكل جالسا على فراش وثير، فلا يجلس الشخص على معنى على مرتبة لينة، لأن من جلس على هذا الفراش الوثير فإنه يهنأ في جلوسه، فإذا هنأ في جلوسه أكل أكلا أكثر. وابن القيم رحمه الله تعالى ذكر الأوجه الثلاثة الأولى، وقال إن الأنواع الثلاثة الأولى كلها اتكاء، كل هذه الأنواع الثلاثة اتكاء، ولم يرجح واحدا منها على غيره. والرابع ذكره الخطابي في شرحه لسنن أبي داود، في شرحه لسنن أبي داود أو في شرحه للبخاري، لا بل في سنن أبي داود، لأنه ألف شرحه على سنن البخاري أولا، ثم ألف بعده الشرح على البخاري، فذكر فيه أشياء وأحال على الأول. طيب، هذه هو التفسيرات الأربع للهيئة. ولكن كثير من مشايخنا يرى أن الصواب في الاتكاء إنما هو الاعتماد على شيء، أو أن المرأة يكون منبطحا، أو الاتكاء على والرقود على جنب. وهذا الأمر كان ينتصر له وبقوة الشيخ عبد العزيز عليه رحمة الله، ويضعف قول من قال إن التربع من الاتكاء، لأنه ليس في لسان العربي تسمية التربع اتكاء، وإن تكلف بعضهم فقال هو اتكاء على الإلية، لكن لا يسمى اتكاء، فلا بد فيه من الانحناء، ولا يصور الانحناء إلا في الاعتماد أو في الانحناء عن طريق النوم، الأكل منبطحا أو نائما. وقضية الأكل نائما بعض فقهاء المذهب يفرق بينه وبين الاتكاء، فقال ولا يأكل متكئا أو منبطحا، فدل على أنه يفرق بين الاتكاء وبين الانبطاح، وبعضهم يجعله تفسيرا له، والأمر في ذلك يعني لا أثر له كبير، لأنه متفق على كراهة الوصفين معا. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. حسن. نعم، هذا حديث عمر، حديث عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر يا غلام، هذه من المسائل التي أشكلت فقهاء. وسبب ذلك أن عمر ورد فيه سنتان: السنة الأولى أنه زوج أمه أم سلمة رضي الله عنها، حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا عمر فزوج نبي الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أن عمر ابن أبي سلمة كان يصلي بالناس إماما في الفريضة. ونعلم أن مشهور المذهب أن هاتين السنتين، وهي الصلاة بالناس في الفريضة والولاية في النكاح الإجاب فيه، لا بد أن يكون المرء فيه بالغا. وظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر يا غلام، إذن فهو ليس ببالغ. فالمذهب ومنصوص الإمام أحمد أن عمر كان بالغا، ولذلك لما قيل له إن عمر لم يكن بالغا في الصلاة ولا في التنكيح قال: وما يدريك، وما يدريك أنه لم يكن بالغ. إذن فتسمية النبي صلى الله عليه وسلم له يا غلام لا يلزم منها من كونه ليس ببالغ. ومعلوم أن البلاد الحارة يبلغ فيها الشخص مبكرا، والمدينة من أحر البلاد، بل هي ربما من أحر
مناطق الحجاز لأن فيها حرارا وجبالا سود، فلعل ذلك يكون يعني مؤيدا لما رجحه الإمام أحمد أن عمر كان بالغا في التزويج وفي الصلاة. طبعا نعلم الكلام الطويل في هذه المسألة، وقد نقل ابن القيم في جلاء الأفهام، والصواب تسمية هذا الكتاب بكسر الجيم جلاء، وبعض الناس يسميه جلاء، لا إنما هو جلاء. ذكر ابن القيم في جلاء الأفهام عن شيخه المزي أنه صوب أن عمر كان غير بالغ، وأن الذي زوج أم سلمة رضي الله عنها إنما هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه أقرب عصبتها كان حاضرا، وأن زيادة وليس حاضرا إلا عمر ابني، أن زيادة ابني إنما تفرد بها النساء وأنها ليست بثابت. هذا كلام المزي، والكلام فيه مشهور وطويل جدا، وهو من المسائل المشهورة في قضية عمر رضي الله عنه. المسألة الثانية في قول النبي صلى الله عليه وسلم سم الله، قوله سم الله، هذه الجملة أضمر فيها حرف الابتداء، وهو أي قل بسم الله. وفائدة إضمار هذا أنه نقول إن المشروع أن يقول الآكل بسم الله، ولو لم نقل ذلك بالإضمار أي قل بسم الله لقلنا إن ظاهر هذا الكلام أن تذكر اسم الله مجردا، فيقول المرء الله سم الله، يعني أذكر اسم الله، لو قلنا إنه ليس فيه إضمار لباء الابتداء، وهذا غير مراد، لأنه متقرر عند أهل العلم أنه لا يشرع ذكر اسم الله جل وعلا على سبيل الانفراد، بل لا بد أن يكون جملة تامة، إما جملة اسمية أو جملة فعلية، بسم الله أي أبتدأ، الله أكبر، وهكذا. وأما الله وحدها أو الرحمن وحده فهذه كلمة غير مثمرة وليست مفيدة، ما معناها؟ ولذلك فإن الأعرابي لما سمع المؤذن يقول أشهد أن محمدا رسول الله قال ماذا؟ محمدا ماذا؟ يجب أن تقول رسول. وهذه المسألة مشهورة في كتب النحو وغيره، فذلك لابد أن يكون الجملة تامة، فلا يتعبد بذكر الله جل وعلا على سبيل الانفراد. طيب، المسألة الثانية في قوله سم الله، عرفنا أن المراد بها بإضمار باء الابتداء بمعنى أي قل بسم الله، وليس اذكر اسم الله فقط، بل هو مضمر هذا الحرف فيه. الأمر الثاني أن تسمية الله جل وعلا إنما هو سنة وليس بواجب، ووجه صرف هذا الأمر للندب قالوا لأن هذا من باب الآداب، وما كان من باب الآداب فالأصل فيه يحمل الأمر على الندب للوجوب. قال وكل بيمينك أي وكل بيدك اليمنى، وكل مما يليك، لا يعني تطر يدك في الصفحة أو الصحفة، وإنما كل المباشر، وسيأتي شرح الحديث الذي بعد فائدة أن المرأة يأكل مما يليه. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة من ثريد فقال كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها، رواه الأربعة، وهذا لفظ النسائي وسنده صحيح. نعم، هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وقد صحح الحافظ إسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة من ثريد، القصعة وهو الإناء الذي يأكل منه أكثر من شخص، فقال عليه الصلاة والسلام كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها. كلوا من جوانبها أي كلوا من الأطراف، ولا تأكلوا من الوسط أي من وسط القصعة. وقد جاء في لفظ آخر عند ابن ماجه من حديث ابن عباس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذروا ذروتها أي أعلاها يبارك لكم فيها. هذا الحديث يفيدنا أن السنة أن المرء إنما يأكل من أطراف الإناء ولا يأكل من أعلى الإناء ولا من وسطه، من أعلاه بحيث إذا كوم الطعام لا يأكل من أعلاه ولا من وسطه أي من غير أطرافه، وأن الآكد إذا كان يأكل معه غيره أن يأكل مما يلي فقط من الإناء ولا يأكل من أطرافه، ولا يستثنى من ذلك إلا إذا كان في أطراف الإناء نوع آخر من الطعام، كأن يكون الإناء فيه أرز مثلا وفي وسطه يوجد اللحم، فهنا تأخذ اللحم لأنه في الوسط. والسبب في ذلك أمران، الأمر الأول
في حديث عمر بن أبي سلمة قالوا لكي لا يفسد على غيره طعامه، فإن الناس يتأذى من أن يرى يد غيره تكون في مكانه، وبعض الناس يكره، والنفوس تختلف في قضية التقبل وعدم التقبل، وهذا معروف منذ القدم. ولذلك ذكروا أهل الأدب وليس الفقهاء في قضية الأكل أن من الأدب أن تفعل كذا وكذا وكذا، وألا تؤكل فلانا وفلانا من الهيئات، لأن بعض الناس يتقدر، وأن من وجد منه شيء من هذه الأوصاف فلا يجلس مع الآخرين، وهذا مذكور في كتب الأدب، هذا غير الموجود في كتب الفقه. السبب الثاني ما جاء في حديث ابن عباس أنه قال: فإن البركة تنزل في وسطها. معنى البركة أمور، من هذه الأمور التي يكون بركة في الطعام، الأمر الأول أنه يكفي العدد الكبير الطعام القليل، وهذه من أجل صور البركة، أنه يكفي، ولا أقول أنه يصبح فائضا وإنما يكفيهم. الأمر الثاني أن المرأة إذا تناول هذا الطعام منبر المبارك فإنه يكون سببا للقيام بطاعة مباركة، لأن المرأة إذا أكل مالا محرما أو مالا مباحا ولكن إباحته أقل درجة، فإنه في هذه الحالة يؤثر على عباداته ويؤثر على أفعاله ويؤثر على سائر مجهوده. ولذلك مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحجام: أعلف ناضحك، لا تأكل من أجرة الحجامة شيء. فالإنسان إنما يأكل ما فيه أكمل البركة، وهو أكمل الحلال وأطيبه، وهو أكمل الحلال وأطيبه. الأمر الثالث في معنى البركة، إذن السبب الثاني أن البركة معناها أنك هذا الطعام الذي تأكله يكون سببا في إعانتك على الطاعة. ولذلك من أكل طعاما كثيرا فكان أكله هذا سببا لترك صلاة أو لعدم صلة رحم ونحو ذلك، ورغبة في دعة ونوم، فهذا دليل على أن هذا الطعام غير مبارك أو نزعت منه بعض البركة. ليس المقصود الشبع، الشبع كل شيء يشبع، وإنما هذا هو المقصود بالبركة. وذلك من آثار البركة في الطعام أن المرأة يأكل منه شيئا قليلا فيكتفي. ولذلك تجد بعض الأطعمة من بركتها كالتمر لا يؤكل منه الكثير، وهذا من بركة هذا الطعام بخصوصه هو التمر، لأن أكل الشيء القليل منه يكفي، ليس أقول قليل جدا ولكنه نسبيا مع غيره من الأطعمة. وأما الأطعمة التي تؤكل بكثرة فإنه في هذه الحال ليس من البركة فيها شيء كثرة أكل منها. هذه مسألة. المسألة الثانية أن الشيخ موسى في الإقناع، ووافقه كثير من فقهاء المذهب قبله وبعده، قاسوا على الأكل الكيل، فقالوا إن من أراد أن يكيل طعاما فلا يكل من وسطه ولا من أعلاه، وإنما يكيل من جوانبه لأجل العلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: فإن البركة تنزل في وسطها، أي في وسط الطعام. وبناء على ذلك فإنه إذا كانت عندك كومة من رز أو كومة من قهوة أو غير ذلك، فإذا أردت أن تكيل منها إن كنت بائعا أو أردت أن تأخذها لنفسك فلا تأخذ من أعلاها إذا كانت يعني مجموعة على هيئة كومة وصبرة، وإنما خذ من طرفها. فإن هذا الحديث نص فيه أن البركة تنزل في الوسط، فخذ من الأطراف فإنه يكون سببا في البركة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، كان إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه. نعم، هذا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما عاب طعاما قط، ومعنى كونه عاب أي أنه ذمه، سواء كان ذما مطلقا بأن قال إنه سيء ونحو ذلك، أو ذمه بوصفه قال: هذا الطعام فيه من العيب كذا وكذا. قال: كان إذا اشتهى شيئا أكله وإذا كرهه تركه. هذا الحديث فيه من الفقه أولا فضل النبي صلى الله عليه وسلم وطيب لسانه عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يكن يتكلم بشيء سيء حتى في الطعام عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أن المسلم يجب عليه ألا يجعل همه في الطعام، فما حضره من الطعام أكله، فإن ناسبه فبها، وإن لم يناسبه طعمه أو ذوقه تركه، ولم يذم الطعام ولم يذم صانعه. وهذا يدل على علو همة هذا الرجل، فإن من كانت همته في الطعام والتلذذ به فإنه يكون من أدنى أصحاب الهمم، والمرء إنما يهتم بمعالي الأمور دون سفاسفها. ولذلك كان أهل العقل والأدب
يقولون جنبوا مجالسنا ذكر الحديث في الطعام وفي النساء، لأن الحديث في هذين الأمرين في مجالس الرجال منقصة للرجل المتكلم ومنقصة للمجلس الذي حضره أهل الهيئة والفضل. وقد ذكر هذا الكلام المأمون وغيره من أهل الحكمة والعقل. فالحديث فإذا رأيت رجلا يتكلم في الطعام في جودته ونقصه وعيبه فلا شك أن هذا يدل على نقص في عقله، ليس نقصا كليا وإنما نقص في اهتمامه بهذه الأمور، فلا بد أنها أخذت غيرها، كما نقلت لكم قبل قليل عن أصحاب الحكمة كالمأمون، وقد كان من الخلفاء أصحاب الحكمة الذين يجالسون أهل العقول الراجحة من العرب وغيرهم. الأمر الأخير أن المسلم يعني يأكل الموجود ولا يحرص على التفنن فيه، ولذلك كره أهل العلم تكثير الأنواع على المائدة، فالسنة للمسلم أن لا يكثر الأنواع نوعا أو نوعين، وكلما قلل الأنواع على المائدة فإنه أفضل وأتم. فليس من الأغراض الشرعية المقصودة تكثير الأنواع والألوان على الطعام، فإنها خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الأخيرة أن كل ما ذكرته قبل قليل إنما هو من باب الندب وليس من باب الوجوب، ولذلك نص الموفق رحمه الله تعالى على أنه يكره عيب الطعام، وكذلك ما بعده ما يلحق به ما ذكرنا في قضية ذكره وغير ذلك من الأمور التي هي من الآداب، إنما هي آداب، وكل ذلك من باب المكروه ليس محرما. فلو عاب امرؤ طعاما بأن ملحه ناقص أو زائد أو نحو ذلك فإنه ليس محرما عليه، وإنما هو من باب الأدب فقط. الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال، رواه مسلم. نعم، هذا الحديث رواه مسلم عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. هذا الحديث سبق فقهه أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لعمر ابن أبي سلمة: سم الله وكل بيمينك، فدل ذلك على وجوب الأكل باليمين. ونحن عندنا قاعدة أن ترك المسنون قد يكون مكروها وقد يكون تركه من باب خلاف الأولى، وكررتها أكثر من مرة، والقاعدة في التمييز بينهما إنما هو النص. وهذه السنة وهي سنة الأكل باليمين تركها مكروها، والدليل على أن ترك الأكل باليمين مكروه حديث جابر. إذن حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه وعن أبيه دل على استحباب الأكل باليمين، وحديث جابر دل على كراهة الأكل بالشمال، لأنه أحيانا قد يكون ترك المسنون من باب خلاف الأولى فلا يكون تركه مكروها، وهذه قاعدة ذكروها والضابط فيها في الغالب هو النص. طيب، أحيانا هذا المكروه قد تحتف به من الصفات ما يجعله محرما، كذلك الرجل الذي كان يأكل بشماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينه، قال: لا أستطيع، فقال: ما منعه إلا الكبر. فالكبر هو الذي منعه من أن يأكل بيمينه، ليس عدم القدرة والعجز التام، ولذلك عوقب بأن شلت يمينه. والسبب في شل يمينه ليس بأن الأكل بالشمال محرم، وإنما لأمرين: الأمر الأول قلنا ما احتف به من وصف وهو التكبر، وهذا لا شك أنه محرم، والأمر الثاني لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نعلم أن الصحابية مخالفته أن مخالفة الصحابي للأمر إثمها أشد من مخالفة من بعده، ولذلك جاء عن حذيفة رضي الله عنه أنه قيل له: هنيئا لكم صحبتم النبي صلى الله عليه وسلم ورأيتموه لكم الفضل، فقال: نعم، لكن مخالفتنا له في الإثم أعظم من غيرنا، أو نحو ما قال حذيفة رضي الله عنه. فلذلك مخالفة الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولو في المندوبات إذا كان أمرا مباشرا يكون فيه عقوبة شديدة من هذا الرجل. إذن فشل يده إنما هو إما للكبر أو لمخالفته أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك هناك أحكام تختص بها الصحابة وأحكام يخص بها النبي صلى الله عليه وسلم مبينة في محلها. نعم. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، متفق عليه. ولأبي داود عن ابن عباس نحوه وزاد: أو ينفخ فيه، وصححه الترمذي. هذا حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. قال ولأبي داود من حديث ابن عباس، وأيضا صححه الترمذي، وكذلك صححه ابن مفلح في الآداب، أن ابن عباس ذكر هذا الحديث وزاد فيه: أو ينفخ فيه.
وفي بعض نسخ البلوغ وينفخ فيه، لكن الذي في السنن أو ينفخ فيه، وهذه أو تقتضي المغايرة، فدل على أن هناك فرقا بين التنفس وبين النفخ فيه. والمراد بالتنفس أن المرء إذا أراد أن يشرب لا يطيل الشرب، بل إذا أراد أن يتنفس بحال شربه فإنه يبعد الإناء عن فيه ثم يتنفس ثم يرجع. والفائدة من ذلك لكي لا يكون عبه للماء كثير، وإنما يكون عبا أو شربا قليلا ولا يكون كثيرا، فربما كان ذلك سبب للمضرة. وأما النفخ فيه فهو قصد النفخ لوجود، لنقل مثلا، أذم فيه أو لحرارة فيه وغير ذلك. وهذا الوصفان مكروهان لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه عنهما. وعندنا قاعدة دائما أن الكراهة ترتفع إذا وجدت ماذا؟ الحاجة. هذه قاعدة مضطردة في الأحكام كلها، فلو وجدت حاجة للنفخ فلا كراهة حينذاك. لو وجدت حاجة كأن يكون الإناء حار حرارة شديدة جدا والإنسان لا يستطيع أن يدع الإناء حتى يبرد مثلا، فأراد أن ينفخ في هذه الحال، فحينئذ لوجود الحاجة يجوز النفخ. وهذه قاعدة معروفة عندنا دائما متفق عليها بين أهل العلم، أن المكروهات عند الحاجة ترتفع بخلاف المحرمات. المحرمات لا ترتفع إلا عند الضرورات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: باب القسم. باب القسم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسم، اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. رواه الأربعة وصحب ابن حبان والحاكم، لكن رجح الترمذي إرساله. نعم. شرع المصنف رحمه الله تعالى بعد ذكره لأحكام وليمة النكاح وعشرة النساء بذكر أحكام القسم. والقسم أثر من آثار عقد النكاح، فإن من آثار عقد النكاح الوطء والولد والقسم، ويدخل فيه المبيت كذلك، لأن عماد القسم المبيت. فهذه الأمور هي آثار من آثار النكاح، والنفقة كذلك آثار من آثار النكاح. المذهب أيضا أن من آثار النكاح المهر، وسبق معنا في الدرس الماضي أنه يرون أنه أثر من أثار النكاح، والرواية الثانية يرون أنه ركن في النكاح فلا يصح بدونه، فلو نفي بطل عقد النكاح كالشغار. طيب، هذه أثار النكاح يجب وجودها في كل عقد نكاح إلا في صور مستثناة سيأتي بعد قليل. المراد بالقسم ما هو؟ المراد بالقسم قالوا هو توزيع الزمان بين الزوجات الحرائر. إذا كان المرء له أكثر من زوجة فحينئذ يجب عليه أن يقسم الزمان بين زوجاته الحرائر. والقاعدة عند أهل العلم رحمهم الله تعالى، واستأتي معنا إن شاء الله، أن عماد القسم المبيت والنهار تبع له. ليس معنى ذلك أن النهار لك الحرية مطلقا، بل الأصل فيه الليل والنهار يكون تابع له أو يكون تابعا له. فائدة هذا الأمر عندما قلنا، وسيأتي إن شاء الله شرحه بعد قليل، عندما قلنا إن عماد القسم المبيت وهو الليل والنهار تابع له، أننا نقول يجب أن لا يحضر في الليل عند امرأة أخرى من زوجاته إلا لضرورة. وأما في النهار فيجوز أن يذهب لكل واحدة من زوجاته عند وجود الحاجة، وأما من غير حاجة ولا ضرورة فلا يجوز. وسيأتي إن شاء الله تفصيل الأحكام المتعلقة بالقسم نهارا إن شاء الله بعد بضعة أحاديث. عندما نقول القسم قلنا إن القسم يدخل فيه المبيت. لماذا؟ لأن القسم إذا كانت له أكثر من زوجة، وأما إن لم تكن له إلا زوجة واحدة فيجب لها المبيت. ومر معنا في شرح الزاد تذكرون أن المبيت يجب للمرأة ليلة في كل أربع ليالي وهكذا. هذا ما يتعلق في المبيت. إذن هذا القسم. القسم ما حكمة منه؟ نقول إن الحكمة من القسم هو الأنس بين الزوجين. إذن المقصود من القسم الأنس والسكن بينهما. وبناء على ذلك فإن كان هناك عذر من جانب الرجل أو من جانب المرأة يمنع من الوطء فإنه لا يسقط القسم. فلو كانت المرأة حائضا أو محرمة أو نفساء أو مريضة، أو كان الرجل محرما أو مريضا أو عنينا أو غير ذلك من الأمراض الملحقة به، فنقول كل هذه الأوصاف لا تسقط عنك
القسم، يجب القسم وأن تعطى المرأة حقها. ولذلك بعض الناس إذا تزوج ثانية وامرأته الأولى مريضة أو كبيرة في السن لا يجعل لها قسما، لا ما يجوز، يجب أن تعطى حقها من القسم. وسيمر لنا بعض الأحكام الفقهية التي تدل على دقة ما يتعلق بالقسم عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. أول حديث أورده المصنف وهو حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم لنسائه فيعدل فيقول هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. ذكر المصنف أن هذا الحديث رواه الأربعة وصحه ابن حبان والحاكم قال لكن رجح الترمذي إرساله. أول مسألة عندنا في التخريج قبل أن نتكلم عن الفقه أن المصنف قال رواه الأربعة، والمصنف إذا قال الأربعة فيعني بهم أهل السنن، وإذا قال الخمسة فيعني بهم أهل السنن مع الإمام أحمد. والحقيقة أن هذا الحديث رواه الخمسة ومنهم الإمام أحمد. وهذا الفائدة لماذا ركزت هذا معنى ليست ذات أهمية معنا كثيرا، السبب في ذلك لأن المصنف نقل هذا الحديث من المنتقى للمجد بن تيمية وهو من أهم المراجع التي نقل منها، فإن المجد رحمه الله تعالى في المنتقى قال رواه الخمسة إلا الإمام أحمد، مع أن الحديث المسلم الإمام أحمد ولكنه غاب عن نظره أو النسخة التي عنده ليست تامة. ومعلوم أن مسند الإمام أحمد كان من أندر الكتب، كان من أندر الكتب، ولذلك كان يقولون الذين عندهم يعدون عدا في كل زمان شخص أو شخصان، ولكن بنعم الله عز وجل أن حفظ هذا الكتاب ووجد ونقل وطبع مبكرا ثم أعيد طبعه أكثر من مرة وتمم النقص الذي كان في الطبعة الأولى. المقصود من هذا أني أردت بهذا الغرض لكي نعلم أن الحافظ رحمه الله تعالى وليس ذلك يعيبه في شيء اعتمد في نقل كثير من الأحاديث على كتاب المنتقى للمجد بن تيمية. المسألة الثانية أن المصنف ذكر أن الترمذي قد رجح إرساله. أولا هذا الحديث رواه أهل السنن من طريق حماد بن سلمة عن أيوب له السختياني عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد الخطمي أخو عائشة رضي الله عنها من الرضاعة عن عائشة رضي الله عنها. وهذا الإسناد بهذا الترتيب كما قال ابن أبي المجد في المقرر على المحرر وهو من تلاميذ الشيخ تقي الدين رجاله ثقات، وصحيح كلهم ثقات ولا شك في ذلك، لكن أعل الترمذي وكثير من أهل العلم كالنسائي والدارقطني وهم من كبار أهل الفن أعلوا هذا الحديث بالإرسال وقالوا الصواب فيه الإرسال. ولذلك قال أبو زرعة الرازي لم يتابع أحد حماد بن سلمة في وصل هذا الحديث، وإنما رواه حماد بن زيد وابن علية وغيرهم عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا ولم يسندوه ويذكر فيه عبد الله بن يزيد. ولذلك فإن كلام هؤلاء الأئمة هو الصواب وأن هذا الحديث فيه إرسال، والإرسال كما تقرر معنا أن طريقة عامة أهل العلم قبول الحديث المرسل بشرطه، فكون الحديث وجود فيه إرسال لا يمنع من قبوله ولا تصحيحه ولا العمل به، بل قد نقل العلائي في جامع التحصيل في أحكام مراسيل أن أغلب أهل العلم على قبول المرسل لكن بشرطه، بعضهم يشدد وبعضهم يعني يقلل الشروط المتعلقة به، ومن أول من تكلم عن ذلك الشافعي الإمام المبجل الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة. نعم، هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. هذا الحديث فيه من الفقه أمور، الأمر الأول قوله هذا قسمي فيما أملك يدل على وجوب العدل في القسم، وقد أجمع أهل العلم على أن المرأة يجب عليه أن يعدل بين نسائه في القسم وهو توزيع الزمان بينهن بإجماع، ممن حكى الإجماع الشيخ تقي الدين وقبله الموفق وكثير من أهل العلم لا خلاف فيه، بل قال الزركشي وهذا مما لا خلاف فيه بحمد الله، لأن المسألة صار ليس فيها خلاف فهي نعمة ترتاح، فلا خلاف في وجوب العدل في القسم، هذا ما يجب العدل فيه باتفاق. هناك أشياء لا يجب العدل فيها يكاد يكون باتفاق، وهو ما يتعلق بالقلب كالحب، وما يتعلق بأثر القلب وهو الوطئ، هناك حد من الوطئ يجب فعله ومر معنا في الزاد، لكن ما زاد عن هذا الحد فإنه ليس بواجب. ولذلك قال عبيد السلماني تلميذ علي رضي الله عنه لما قرأ هذا الحديث لا تلمني فيما لا أملك قال في الحب والوطئ، أو قال في الحب والجماع، أو نحو ما قال عبيد السلماني رضي الله عنه. فالمقصود من هذا وهم فقهاء الكوفة أدرك عليا وابن مسعود رضي الله عنهما.
فالمقصود من هذا أن هذين الوصفين فيهما يعني يكاد يكون قول عامة أهل العلم على عدم الوجوب، لكن يقول استحب فقهاء المذهب استحباب العدل بينهن في الجماع، فإنه أتم من باب الاستحباب لا من باب الوجوب. الأمر الثالث الذي فيه خلاف بين الرواية الأولى والثانية، هل يلزم العدل بين الزوجتين في النفقة أم لا؟ نعم يجب أول شيء إعطاء النفقة الواجبة، ما زاد عن النفقة الواجبة كأن يعطي إحداهن مبلغا من المال يقول اشتري به ملابس أو يعطيها هدية، فهل يجب العدل في النفقة أم لا؟ المذهب لا يجب، مشهور مذهب أصحابنا أنه لا يجب، وإنما يندب العدل في النفقة، قال لأن الحاجات تختلف مع اشتراط ماذا؟ الحد الواجب أن تعطى كل واحدة منهن ذلك. وأما الرواية الثانية ورجحها الشيخ تقي الدين، وهو أن العدل في النفقة واجب بين الزوجات إلا ما استثني كوجود حاجة كعلاج ونحوه، هذا أمر طارئ، لكن الأصل أنه لا تعطى إحدى الزوجتين شيء إلا وتعطى الأخرى مثله، وتعطى الأخرى مثله تماما. نعم، هذه هي المسألة المتعلقة به. المسألة الأخيرة عندنا في هذا الحديث حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. طيب، نحن قلنا قبل قليل القسم عماده ماذا؟ الليل وهو المبيت، والنهار هل هو لا قسم فيه؟ لا، فيه قسم ولكنه يكون تبعا لليل. إذن لا بد أن يكون لكل امرأة ليلة، وهل يجوز أن يجعل لكل واحدة منهما ليلتين والثانية ليلتين إذا كانت اثنتين؟ المذهب ما يجوز إلا بإذنهما معا، الأصل ليلة فليلة، فلا بد أن يكون العدل بالأقل وهو ليلة فليلة، إلا أن يرضين تقول لي أسبوع ولها أسبوع، لي يومين لي يومان ولها يومان وهكذا، وإلا فالأصل أن يجب أن يكون ليلة فليلة، هذا واحد. الأمر الثاني، نحن قلنا إن العماد الليل وأما النهار فهو تبع، وبناء عليه فلا يجوز أن يدخل في الليل على الثانية إلا لضرورة، ضرورة نفس لها أو ولدها ونحو ذلك. وأما في النهار فيجوز أن يدخل في النهار للثانية لكن للحاجة، وبناء عليه فإنهم يقولون، انظر معي هذه القاعدة، أنه إذا دخل في النهار على الثانية فأطال المكث من غير حاجة، جلس يتقهوى شاهي مثلا، أو وطئ في النهار فيجب عليه قضاء هذه الليلة، هذه الليلة ما تحسب، تحسب هذه الليلة كأنه للثانية فيجب عليه قضاؤها، لأنه لم يقسم قسما صحيحا، فعماد القسم الليل والنهار تبع له، المفروض أنك ما تدخل إلا لحاجة، تنظر الأولاد وذاكر لهم مثلا إن كان عندها أولاد وذاكر لهم وهكذا، وأما المكث من غير حاجة فلا، وسيأتي إن شاء الله الدليل عليه بعد قليل. سمعي صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، رواه الخمسة وسنده صحيح. نعم، هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، أي أنه يكون مائلا في مشيه في ذلك الموضع، والله عز وجل في يوم القيامة والمحشر يفضح بعض الناس فينصب للغادر لواء، ويأتي الزناه فيتأذى الناس من رائحتهم وغير ذلك من الأمور. ولذلك في الغالب أن هذه الأمور التي تكون من باب السر ويخفيها المرء من الذنوب العظيمة يفضح عليها يوم القيامة، فالزنا فضيحة وغالبا الشخص يستتر به في الدنيا، وكذلك ما يتعلق بعدم العدل بين الزوجات في الغالب لا أحد يعلم بذلك إلا هو وزوجه والأقربون منه فقط، وربما رأيت الرجل تظنه من أطيب الناس وأكرمهم وأقربهم لله عز وجل في العبادة ومع ذلك يخطئ في هذا الباب، ولذلك فإنه يفضح يوم القيامة بأن يأتي وشقه مائل لعدم عدله بين زوجاته. هذا الحديث ذكر المصنف أن إسناده صحيح، وقد صحح هذا الحديث على شرط الشيخين جمع منهم الحاكم وبن دقيق العيد والذهبي والحافظ هنا وفي التلخيص أيضا، فكلهم صحوا هذا الحديث وقالوا إنه على شرط الشيخين. هذا الحديث إضافة للحكم الظاهر منه هو حرمة عدم العدل بين الزوجات في القسم وهو الأصل، وعدم ظلم إحداهن بترك النفقة، فإن فيه حكما آخر
فقد استدل الشيخ منصور البهوتي في الكشاف بهذا الحديث على أنه دليل على أنه يستحب أن لا يتزوج المرء إلا زوجة واحدة. قال لأن هذا الحديث يدل على أن صاحب الزوجتين على خطر عظيم من أن يترتب عليه هذه العقوبة الشديدة يوم القيامة. ولذلك فإن المذهب كما هو موجود في الإقناع والمنتهى وغيره أنه يستحب أن لا يتزوج المرء إلا زوجة واحدة، وهو منصوص أحمد والشافعي وغيرهم، ودليلهم حديث الباب معنا كما ذكره الشيخ منصور. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه قال. نعم بس لحظة، هم يقيدون طبعا، يقول يستحب إن كان قد حصل بها الإعفاف، وإن لم يحصل بها الإعفاف فإنه يتزوج الثانية إذا كان لمعنى كعدم الإعفاف الأولى لا تعفه، فهنا لا نقول يستحب لك أن تصبر عليها، بل تدخل في عموم الحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم باءة فليتزوج. وعن أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا تزوج الرجل البكرة على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. متفق عليه واللفظ للبخاري. نعم، هذا حديث أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا تزوج الرجل البكر. قالوا إن قول الصحابي من السنة كذا هل هو حجة أم ليس بحجة؟ من قال إنه حجة قال لأن الصحابي إذا قال من السنة فهو من أعلم الناس وأفهمهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقول من السنة شيء إلا بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. ومن قال إنه ليس بحجة قال هذا اجتهاد منه وظن منه أن هذا من السنة، فلربما فهم خطأ. والذي عليه التحقيق وهو المعتمد كما نص عليه ابن مفلح في الأصول والمرداوي في التحبير وأصله وهو التحرير وكذلك ابن النجار وغيرهم على أن قول الصحابي من السنة كذا، وكذلك الشيخ تقي الدين في المسودة وآباؤه عبد الحليم وعبد السلام، أن قول الصحابي من السنة كذا أنه حجة وأن له حكم المرفوع. ولذلك جاء في هذا الحديث بخصوصه أن أبا قلابة الراوي هذا الحديث عن أنس قال ولو شئت لقلت إن أنسا قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وقد ثبت ذلك صريحا في بعض ألفاظ الطريق في بعض طرق هذا الحديث عند الدارقطني والبزار أن النبي أن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تزوج أحدكم كذا فأتم الحديث. وهذا يؤيد قاعدة المذهب أن قول الصحابي من السنة كذا له حكم المرفوع. نعم، قوله من السنة إذا تزوج البكرة على الثيب، المراد بالبكر هي التي لم يسبق زواج بها ولم يدخل بها، فإنها حينئذ تكون بكرة، فإن دخل بها تكون ثيبا. قال على الثيب أقام عندها سبعا أي سبع أيام بلياليهن ثم قسم بعد ذلك. وإذا تزوج الثيب أي على زوجة أخرى، فإن هذا الحديث إنما هو في المعدد وليس في من تزوج أول مرة. وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا أي ثلاثة أيام بلياليهن، أو الصواب أن نقول ثلاث ليال بأيامهن، وخاصة أن ثلاث مذكرة فيكون تمييزها مؤنث. ثم قسم أي ثم قسم بين الجميع. هذا الحديث هو في ما يتعلق بقسم الابتداء. عندنا القسم نوعان، قسم ابتداء وقسم استمرار. فقسم الابتداء إذا تزوج الرجل زوجة جديدة فإنها يخصها بقسم خاص بها، فإن كانت بكرا جلس عندها سبعة أيام لا تحسب، ثم قسم بعد ذلك يبدأ بغيرها ثم يرجع إليها، لأن لو بدأ بها بعد ذلك فإنه يكون قد يعني جعل لها ثمانية أيام وهذا ما يصح. وأما الثيب فيجلس عندها ثلاثة أيام ثم بعد ذلك يقسم فيبدأ بغيرها ثم يرجع إليها، هذا هو ما يسمى بقسم الابتداء، وما عدا ذلك فإنه يكون ليلة فليلة. طبعا بعض الناس اكتشفت من هذا أن بعض الناس يفهم من هذا الحديث فهما غريبا جدا جدا لم يقله أحد من المسلمين ناهيك من العلماء، فإنه يقول إذا تزوج البكرة يقيم عندها ولا يخرج حتى للصلاة. وقد وجدت أن أناسا يفهمون هذا الفهم، هذا غير صحيح. يقيم عندها أي إذا كان متزوجا لامرأة قبلها، وسيأتي تقييد لهذا الحديث إن شاء الله بعد قليل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثا وقال
إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي. رواه مسلم. نعم، هذه أم سلمة رضي الله عنها لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي من أكارم العرب من قريش، لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم أقام عندها 3 ليال لأنها كانت ثيبا ولم تكن بكرا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج امرأة بكرا قط إلا واحدة وهي عائشة رضي الله عنها. أقام عندها 3، جاء في بعض ألفاظ الحديث لما أراد أن يخرج أخذت بثوبه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس بك على أهلك هوان، ليس بك يعني ليس منقصة فيك ولا في أهلك ولا غضاضة، إن شئت سبعت لك وإن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي. هذا الحديث تقييد للحديث السابق، نحن قلنا إن الثيب يجلس عندها كم؟ 3، ثم بعد ذلك تخير هي، لا بد أن تخير هي، فإن أحبت الثيب ذلك فإنه يجلس عندها 7 أيام بلياليهن أو 7 أيام بلياليهن، فإذا جلس عندها 7 أيام بلياليهن قضى للباقيات 7 كاملة، يعني إذا جلس عندها 3 ما تحسب، لكن لو جلس عندها 7 أيام بلياليهن فإنه يرجع ويقسم للباقين 7، فما يقسم لهم 4 الفرق، لا بل يقسم لهم 7، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي، سأعطيهم 7 أيام، لأن المباح دخل في القسم الواجب فيعود القسم استمرار القسم هو التسبيع للجميع، إذن فيكون هنا التخصيص أن قسم الابتداء يجوز 3 أيام الحكم الأول، ويجوز أيضا التسبيع وهو الزيادة عن 3 أيام لكن يسقط الخيار الأول فيسبع للجميع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. متفق عليه. نعم، هذا حديث عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. متفق عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما مات له 9 نسوة، وكان يقسم ل8 وواحدة منهن لا يقسم لها، كذا جاء عن عطاء أنه قال إنما هي صفية، وقد أخطأ عطاء، وإنما هي سودة، والسبب في هذا الحديث فإن سودة رضي الله عنها لما كبرت رأت انحراف، يعني رأت النبي صلى الله عليه وسلم ربما غير مقبل عليها، وقد كانت سودة امرأة صالحة زاهدة عابدة من أكرم النساء رضي الله عنها، ولذلك لها من الفضل العظيم ما ليس لغيرها من نساء الدنيا رضي الله عنها، فمن جانب هذا قيل هذا الشيء والعلم عند الله، والأمر الثاني لما رأت من محبة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، فإن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يدنين على النبي بعائشة، فقد ثبت أن صفية رضي الله عنها خاصمها النبي صلى الله عليه وسلم في أمر، فذهبت لعائشة وقالت أصلحي بيننا ولك هذا اليوم الذي لي، فوهبتها يومها يوما واحدا ليس مستمرا مثل سودة، وهبتها يوما واحدا في قسم واحد، وأما سودة فوهبته مطلقا، سنتكلم عن الأحكام بعد قليل، فوهبتها هذا اليوم، ولذلك ظن عطاء أن صفية هي التي لا قسم لها وإنما تركت ليلتها يوما واحدا، فأصلحت عائشة بينهما رضي الله عنها، ثم بعد ذلك أخذت هذا اليوم رضي الله عنها. فالمقصود من هذا أن المرأة يجوز لها أن تهب ليلتها أو قسمها لزوجة أخرى تخصها هي، أو تهبها لزوجها فيختار زوجها من شاء من زوجاته، إذن يجوز الأمران، وهذا من هبة الاختصاص، وينبني على ذلك مسائل. المسألة الأولى أن الهبة هنا ممن؟ من الزوجة، والموهوب له من؟ الزوج، فلو أن الزوجة التي جعل هذا اليوم الليلة مكانها قالت ما أبغى، عندها 4 حريم، قالت أنا ما أبغى يومين في كل 4 أيام يكفيني يوم واحد أنا مشغولة، فهل يلزم رضا الزوجة التي وهبت لها أم لا؟ نقول لا، لا يلزم رضاها، وهذا هو المذهب، وإنما المقصود رضا الزوج نفسه لأنها وهبت أسقطت حقا، لأن باب الإسقاطات عفوا رضا الواهبة فقط، لأنهم باب رضا الواهبة فقط، فالمقصود لأنه من باب الإسقاطات، والإسقاطات لا يشترط فيه رضا الجهة المقابل،
هذا من جهة. المسألة الثانية أن الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون إن إسقاط الشيء قبل وجوبه ليس بلازم، إسقاط الشيء قبل وجوبه ليس بلازم، وبناء على ذلك فإن المرأة إذا وهبت ليلتها لواحدة من الزوجات أو لزوجها، قالت اختر من شاء، فجلس على ذلك أسبوعا وأسبوعين وثلاثة، ثم في الأسبوع الرابع أو الشهر الثاني قالت الزوجة الواهبة أريد أن أرجع، نقول يجوز ذلك، لأن هذا الإسقاط لم يلزم إلا في الليلة نفسها والليلة لم تحل بعد، ولذلك يجوز لها الرجوع فيه. فإذا رجعت قالت أريد ليلتي، فيجب على الزوج أن يرجع ليلتها لها. فلو فرض أن السودة قالت أريد أن أرجع في ما قلته فإنه يجوز لها ذلك رضي الله عنها، رضي الله عنها. هذا من جهة. طيب، المسألة التي بعدها أن هذه من هبة ماذا؟ قلنا قبل قليل هبة ماذا؟ اختصاص. وهبة الاختصاص جائزة، لكن لا يجوز بيع الاختصاص، وبناء على ذلك فقد نص فقهاؤنا على أنه لا يجوز معاوضة المرأة على قسمها. لو جاءت الزوجة الثانية أو جاء الزوج قال خذ فلوس في مقابل ماذا؟ أن تسقط ليلتك، نقول هذا الإسقاط ليس لازم، وهذا المال يجب أن ترده، لأنه لا يجوز أخذ المال على الاختصاص، وهذا ليس مملوكا من أموال ولا منافع، إنما هو اختصاص. لكن لو عاوضته على غير مال، كان الرجال زعلان مثل صفية رضي الله عنها لما يعني لما يكون المرأة زوجها غاضب عليها فقالت سأرضيك ارضى عني في مقابل ليلة هذا الأسبوع تكون لفلانة أو اختر من شئت، نقول قالوا يجوز. إذن المعاوضة على الإسقاط بالمال لا يجوز، وبغير المال يجوز، نص عليه فقهاء المذهب الموفق وغيره. المسألة الأخيرة معنا في هذه المسألة، وهي تدل على دقة الفقهاء في قضية القسم، يقولون إذا وهبت المرأة ليلتها لامرأة أخرى فلا يجوز الموالاة بينهما. يعني رجل عنده أربع زوجات، الأولى وهبت ليلتها للثانية، أصبحت الأولى وهبت ليلتها للثالثة لنقول، طيب فلا يجوز أنك تجعل اليوم الأول والثاني للثالثة ثم الثانية ثم الرابعة ثم ترجع مرة ثانية يومين، ما يجوز الموالاة بينهما، بل يجب أن يكون على الترتيب المعتاد. كيف؟ الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة، إلا إذا كان وافقت أن الثانية هي التي وهبت ليلتها للثالثة فأصبحت الموالاة أصلا، فهنا ما في إشكال، أو رضي جميع النساء. إذن حق النساء في المبيت وفي الترتيب أيضا، وهذا أنا عن قصد أجلته هنا. إذن المرأة لها الحق في الترتيب، فكما نقول لها الحق في المبيت أكثر من ليلة، ليس لك الحق أن تقسم أكثر من ليلة إلا بإذنهن، فكذلك الترتيب ليس لك أن تقدم امرأة على ليلتها إلا بإذن الأخرى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وأن عروة قال قالت عائشة يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وصححه الحاكم. نعم، هذا حديث عروة رضي الله عنه أن عائشة قالت له يا ابن أختي، لأن عروة ابن أخت عائشة رضي الله عنه وهي خالته، قالت كانت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا. هذا هو محل الشاهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل في قسمه عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا يعني هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عادلا عليه الصلاة والسلام. وهنا مسألة ذكرها بعض الفقهاء، أن بعض الفقهاء اختلفوا أو الفقهاء اختلفوا هل النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه القسم أم لا، هو عادل في قسمه، لكن هل هذا القسم واجب عليه أم ليس واجبا عليه عليه الصلاة والسلام. نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في باب النكاح له خصائص كثيرة، من خصائصه أنه يجوز أن يتزوج من غير مهر، ويجوز أن يتزوج من غير ولي، ويجوز أن يتزوج أكثر من أربع، وله خصائص كثيرة. قيل إن من خصائصه
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تلزمه النفقة، عفوا لا يلزمه القسم، وإنما كان يقسم عليه الصلاة والسلام لعدله والامتثاله لأمر ربه العام، وليس واجبا عليه عليه الصلاة والسلام. هذا الخلاف له أثر سأذكره بعد قليل وفائدته، لكن عموما النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفضل بعضهم على بعض كما قالت عائشة رضي الله عنها. قالت في القسم، وقلنا إن القسم هو توسيع الزمان بين النساء الحرائر، إذ غير الحرائر لا قسم لهن إلا في قسم الابتداء فقط. قالت عائشة رضي الله عنها: وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا، كان يطوف على النساء جميعا في النهار عليه الصلاة والسلام، كما سيأتي في الحديث الذي بعده، وهو حديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخين، أنه كان إذا صلى العصر دار على النساء. وهذا يدلنا على القاعدة ذكرناها قبل قليل، أن الدخول على الضرائر في النهار جائز للحاجة، وأما الدخول في الليل فلا يجوز إلا لضرورة. قالت: وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة، جاء في بعض ألفاظ الحديث عند أبي داود ويلمس، أي ويلمس الجسد بسلام ونحوه، من غير مسيس، أي من غير جماع. وبناء على ذلك نأخذ من هذا الحديث الحكم ذكرناه قبل قليل، وهو أن من دخل على أحد زوجاته في غير يومها فأطال المكث عندها أو وطئها فإنه حينئذ يقضي هذا اليوم، هذا ما يحسب للثانية، يعتبر هذا اليوم غير محسوب لأنه ليس العدل فيه، فيجب عليه القضاء فيعطيه يوم أخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يمس نسائه إذا دخل عليهن عليه الصلاة والسلام في غير قسمها. والفقهاء يقولون إن قول النبي صلى الله عليه وسلم من غير مسيس يشمل الجماع ودواعيه، حتى دواعي الجماع مقدماته داخلة فيه، وهذا هو الذي نص عليه فقهاؤنا رحمة الله عليهم. إذن فلا يجوز الجماع ولا دواعي في غير من هو قسمها. قال: حتى يبلغ التي هو يومها، يعني لا يمس إلا إذا بلغ يومها. قال: فيبيت عندها. وهذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم من باب يعني الإكرام لنسائه، فإن بعضا من نسائه لم يكن لها قرابات مثل صفية وغيرها رضي الله عنها، وأغلبهن كن من المهاجرات رضي الله عنهن، فيحتجن أن يدخل عليهم من يؤنسهن ويقضي حاجتهن عليه الصلاة والسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته في خدمة أهله، وهو أشرف من مشى على الأرض، فدل ذلك على كرمه عليه الصلاة والسلام وحسن عشرته عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ رحمه الله تعالى: رواه الإمام أحمد واللفظ له وصححه الحاكم. هذا الحديث جود إسناده جمع من أهل العلم، منهم ابن عبد الهادي شيخ محمد بن أحمد بن عبد الهادي في المحرر، وتبعه ابن أبي المجد في المقرر، فقال إن هذا الحديث إسناده جيد. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: ولمسلم عن عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر دار على نسائه ثم يدنو منهن. الحديث، نعم، هذا حديث عائشة رضي الله عنها، وقد ذكر مسلم أنه وقد ذكر الحافظ أنه قد رواه مسلم، والصواب أن هذا الحديث قد رواه الشيخان البخاري ومسلم معا، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر دار على نسائه ثم يدنو منهن. أتى المصنف بهذه الرواية ليبين أن دخول النبي صلى الله عليه وسلم على غير المرأة التي لها قسم إنما كان في النهار، وهذا يؤيد كلام الفقهاء رحمه الله تعالى في قاعدتهم أنه لا يجوز الدخول على الزوجة الثانية في الليل إلا لضرورة، وأما في النهار فيجوز للحاجة. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة. متفق عليه. نعم، هذا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غدا؟ يعني عند من أكون في قسمي؟ قال: يريد يوم عائشة، فعرفوا أنه يريد عائشة لأمر أراده الله عز وجل أن يموت بين سحرها ونحرها وفي يومها. فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ربما بوحي من الله عز وجل، ربما لا أدري لعدم ورود النص، أنه سيكون قبض روحه في ذلك الموضع، ربما كان له في ذلك خبر، أو لبيان شرف هذه الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات رضي الله عنها وأرضاها، رضي الله عنها وعن أبيها وأرضاها.
ورفع درجتها في جنات النعيم بكثرة ما يقال فيها، وهذا رفعة لها رضي الله عنها. وهذا لا شك أن الإنسان ترفع درجته بما قيل فيه سواء في حياته أو ما بعده. ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، فالأذى يسمع من كثير من الناس. نعم. فقال فأذن له أزواجه حيث شاء فكان في بيت عائشة. هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان. المسألة الأولى أن المريض يجب عليه القسم ولا يسقط حقه حق نسائه في القسم، فيجب عليه القسم ولو كان لا يطأ أو كان مريضا. الأمر الثاني أن الشخص إذا لم يستطع القسم لمرض شديد عليه فإنه حينئذ يجب أن يستأذن زوجاته في من يكون عندها. قالت فأذن له، فيجب أن يستأذن زوجاته في من يكون عنده. فإن أذن فالحمد لله، فإن لم يأذن فحينئذ يجب عليه أن يقرع بينهن في من يكون عندها، يجب أن يقرع أو يعتزلهن جميعا. هذه هي قاعدة المذهب، قاله الموفق وغيره، فلا يختار ابتداء، فيجب أن يستأذن أو يعتزل الجميع أو يفعل قرعة إذا شق. وأما أن يختار واحدة من الزوجات يعني تمرضه فلا يشرع ذلك إلا بإذن الباقيات. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها. متفق عليه. نعم. هذا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. هذا الحديث أصل من الأصول العظيمة التي بني عليها أحكام القرعة، ولذلك قال أحمد كما في رواية الميموني عنه وغيره أيضا، قال القرعة فيها خمسة سنن أو خمس سنن، فقد وردت في خمس مواضع ومنها هذا الموضع. ولذلك فإن فقهاءنا رحمة الله عليهم يتوسعون في إعمال القرعة، ومن أكثر المذاهب إعمال القرعة هم فقهاء الحنابلة لقواعد تحكم هذا الباب ليس تشهيا. ومن أهم هذه القواعد التي تحكم القرعة أن عندهم أنه إذا اشترك اثنان في استحقاق ولم يمكن الجمع بينهما فإنه يفصل فيه بالقرعة، بأن يكون الاستحقاق ثابت، حق معين يثبت لا بد أن يكون، ولا يمكن أن يشترك فيه لا بقسمة ولا بمهايئة، مهايئة أن يكون في زمان دون زمان ولا غير ذلك، فحينئذ فإنه يفصل فيه بالقرعة. والقرعة وردت في كتاب الله عز وجل في قصة مريم عليها السلام حينما استهموا، وهي من شرع من قبلنا ومن شرعنا، وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أحمد في خمسة مواضع. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معها. صفة إقراع النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له الصفات، إما أن يجعل حجرا أو كذا، والصفة ليست ذات أثر في الحقيقة، وإنما كل ما يحصل به الإقراع فهو كذلك، إلا الممنوع أن يكون الإقراع بآلة محرمة كالنرد، فإن النرد محرم في ذاته فلا يجوز الإقراع به، والنرد معروف هو الذي نسميه الآن الزهرة، فلا يقرع بالنرد وإنما بغيره من الأمور، ولهم صفات مختلفة، والأقرب فيه أن الإقراع ليست له صفة. المسألة الثانية معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين نسائه إذا أراد السفر. ذكر أهل العلم أن السفر هنا يشمل كل سفر، سواء كان سفرا طويلا أو سفرا قصيرا، لأن السفر الطويل عند بعض أهل العلم ما جاوز يوما وليلة، والقصير ما كان دون ذلك، وقيل إن السفر الطويل يومين بلياليهن وهكذا، والأظهر أن هذا السفر يشمل الكل القصير والطويل، فكل ما كان سفرا فيه مجاوزة لحد السفر من حيث المسافة أو العرف على الرواية الثانية فإنه سمى سفرا، كما قرر ذلك ابن القيم في حاشيته على التهذيب، تهذيب السنن. المسألة الثالثة أن أهل العلم ذكروا أن الإقراع بين الزوجات يكون في صور، منها هذه الصورة وسأرجع لها بعد قليل، وهي عندما يريد سفرا فإنه لا يختار من شاء من نسائه وإنما يقرع بينهن، سنتكلم عنها بعد قليل. ومن ذلك فيما لو كان قد تزوج أو انقطع عن نسائه ثم أراد أن يرجع، فبأي النساء يبدأ؟ كانت عنده زوجتان وسافر فترة ثم رجع وعنده زوجتان، هل يبدأ بالأولى أم بالثانية؟ نقول يقرع بينهن إن لم يرضين كلهن تريد أن الأولى، الليلة الأولى عند القدوم من السفر، فبعد الانقطاع
فإنه يقرع بين نسائه إن لم يكن لهن قسم سابق، فيقرع بينهن بمن يبدأ، لأنهن استوينا في الاستحقاق، والترتيب الذي كان موجودا قد انتهى بانقطاعه مدة سنة أو سنتين ونحو ذلك، ثم أراد الرجوع بعد ذلك من سفره. إذن هذه من صور الإقراع في قضية القسم ابتداء. من صور أيضا الإقراع بين النساء في قضية أيضا ما ذكره أهل العلم في الطلاق، فيما لو طلق واحدة من غير تعيين فإنه يقسم يقرع بين النساء إذا يقع عليها القرعة، وغير ذلك من الصور المذكورة وذكرناها في باب الطلاق. عندنا هنا مسألة مهمة جدا، وهو إذا كان الرجل له أكثر من زوجة وأراد أن يسافر، فقد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن له حالتين. الحالة الأولى أن يقرع بين نسائه، فمن خرجت القرعة من نسائه عليها فإنه يأخذها معه في السفر، فإذا عاد لا يقضي هذه المدة لباقي النساء. إذا كان قد خرجت يعني خروجها معه وذهابها معه بسبب القرعة، لأنهن استوينا في هذا الاستحقاق وخرجت فلانة بالقرعة، فحينئذ لا يلزمه القسم بينهن أو قضاء القسم بينهن. الحالة الثانية أن لا يقرع بينهن، وإنما يأخذ واحدة منهن يختار، كأن يكون الرجل مثلا عنده امرأتان إحداهما مريضة والثانية صحيحة البدن، فأراد أن يختار الصحيحة معه. المريضة لا يمكن أن تسافر معه، فسأختار، اختار اختيارا من غير قرعة. فإذا اختارها من غير قرعة فحينئذ يجب عليه إذا رجع أن يقسم للباقيات، لأنه هنا يكون باختياره لا بالقرعة. فإذا أخرجها معه مدة شهر فيجب عليه إذا رجع يجعل للثانية يمكث عندها شهرا كاملا، لأنه اختارها الثانية من غير قرعة. نص على ذلك فقهاؤنا الموفق وغيرهم، مشى عليه شويك للتوضيح، كلهم ماشيين على هذه القاعدة. طيب كيف يحسب المدة في سفره؟ قالوا مسافة الطريق لا تحسب، حال اشتداد السفر لا يحسب، لأنه عذاب، ورسول الله قال السفر قطعة من عذاب، وإنما تحسب مدة الإقامة التي مكثها هناك. ونحن الآن أصبحت الترحل والانتقال بين البلدان قصير جدا، في الغالب نقول 6 ساعات 8 ساعات، الآن تأخذها إلى مكة تأخذ 10 ساعات في الطريق، ليس كثيرا. فهذا اليوم لا يحسب الذي هو فيه السفر، ويوم العودة لا يحسب، والأسبوع الذي مكثه في مكة يحسب، فتقسم بدلا منه. وهل يلزمه أن يسافر بالثانية؟ ما رأيكم؟ لا يلزم، لأن القسم لا يلزم السفر بالثانية بأصل، لكن هل النفقة الواجبة، نحن قلنا هل النفقة يلزم فيها العدل، هل يلزم من النفقة أن يأخذ الثانية معه أم لا؟ على التخريج السابق فعلى مشهور مذهب لا يلزمه، وعلى الرواية الثانية إما أن يعطيها قيمة السفر أو أنه يعني يعطيها ما يتعلق بذلك مما خسر، طبعا ليس قيمة السفر له وإنما ما يتعلق بالنفقة التي بذلها. إذن هذه المسألة متعلقة بالسفر، ويعني هل يقضيه أم لا. آخر حديث. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد. رواه البخاري. نعم، هذا آخر حديث ذكره المصنف رحمه الله تعالى في باب عشرة النساء وأحكام الوليمة، وهو حديث عبد الله بن زمعة رضي الله عنه. وسودة بن زمعة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله هو أخوها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها. هذا الحديث أورده المصنف في هذا الباب من باب عشرة النساء ليدلل فيه على أنه يجوز ضرب المرأة عند وجود المقتضي لأجل التأديب أو النشوز. والأنسب أن يكون حقيقة هذا الحديث في باب النشوز هناك، وقد تكلمنا عن هذه الأحكام هناك، لكن هذا الحديث فيه من الفقه أمران. الأمر الأول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، نستفيد منه أن الأفضل والأتم والأكمل أن لا تضرب المرأة مطلقا، لا تضرب. ولذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام لم يضرب بيده امرأة ولا صبيا ولا خادما ولا غيره، وأكمل الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال فقهاؤنا: والمستحب أن يترك، أن يترك الضرب كاملا، كذا في الإقناع والمنتهى، ما يضرب مطلقا. إذن هذه المسألة الأولى أخذناها من الحديث لقوله لا يجد أحدكم، فيكون عائد لمطلق الضرب لا يجلد، فيكون الأفضل عدم الضرب، ولكن أصل جوازه وإباحته. الحكم الثاني أن نقول إن النهي عائد للصفة،
وهو قوله لا يجد أحدكم امرأته جلد العبد. وبناء على ذلك لا يجوز للمرء أن يضرب امرأته الضرب الشديد، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر ضربا غير مبرح. وبناء على ذلك فقد ذكر الفقهاء في صفة ضرب الرجل لزوجه أمور: الأمر الأول أنه لا يجوز له أن يضرب الوجه، الأمر الثاني أنه لا يضرب ضربا قويا وإنما يكون ضربا خفيفا، الأمر الثالث أنه على مشهور المذهب أنه لا يجوز أن يضرب أكثر من 10، لا يجوز ضرب أكثر من 10 مطلقا حتى مفرقة، يعني حتى المفرق لا يفرق كل يوم 10 10 10، أصبحت 100 ما يجوز. فلذلك لا يضرب أكثر من 10 في الجرم الواحد، على الجرم الواحد. طيب المسألة الأخيرة، فهم من هذا الحديث كما ذكر الزركشي أنه يجوز ضرب العبد أكثر من 10 أو أكثر من الزوجة من حيث قوة الضرب، ولأن العبد قد يمتنع من العمل عند الشخص، ومفهومه أن غير العبد من الأحرار من الخدم وغيرهم لا شك أنه ما يجوز، وبعض الناس أعوذ بالله يكون عنده قسوة فيكون عنده أجراء فيضربهم، وهذا ما يجوز. من أعظم الأمور والاعتداء أن تضرب أحدا، وإنما أبيح ضرب الخادم الذي هو العبد. والآن لا يوجد عبيد من قرون، وتكلمت عن هذه المسألة أكثر من مرة، لا يوجد عبيد، انتهى الآن هذا الأمر، فلا يجوز ذلك الضرب مطلقا. أما الخادم والموظف، بعض الناس يضرب الموظف الذي عنده وكأنه يملكه، هذا ما يجوز، ما يجوز، وهذا خطير جدا، ففيه القصاص. بذلك نكون بحمد الله أنهينا هذا الباب. أظن أن باب الخلع البدء فيه قد يأخذ وقت، فالأحسن أن نجعله مع باب الطلاق وهو الأنسب، فيكون بينهما ترابط بدلا من الانفصال. المسألة الثانية أن هذا الدرس قد يكون هو الدرس الأخير هذا الفصل، لأن الاختبارات ستبدأ إن شاء الله عز وجل، فذلك سوف نتوقف عن الدرس، والوعد إن شاء الله إن أحيانا الله وإياكم على خير وعافية مع بداية الفصل القادم. أنهينا الآن أكثر من ثلثي الكتاب بحمد الله عز وجل، أنهينا تقريبا 1100 حديث، ولم يبقى إلا 400 حديث، يعني إن مشينا على مشينا هذا أننا في كل أسبوع نأخذ 20 حديث، إن زدنا عليه في الدرس القادم في السنة القادمة يكون شرب بداية الفصل، نأخذ بعض العشاء إن شاء الله في الفصل القادم فصل واحد من الكتاب بإذن الله عز وجل. فلعل نجعل مغرب وعشاء نرجع على فعل الأول إن شاء الله، فصل واحد منه 10 أسابيع إلى 12 أسبوعا بإذن الله عز وجل. أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا أخونا يعني يقول: أنا طبعا لا أفتي وإنما أقرر لك ما ذكرناه من المذهب. يقول: خطبت امرأة وقبل العقد بينت لها أني لا أستطيع أن أبيت معها إلا ليلتين في الأسبوع لظروف بينتها لها فقبلت. الحمد لله ما دام قبلت لها ذلك، لكن هذا الشرط ليس لازم، لأن الشروط نوعان كما مر معنا: شروط تخالف مقتضى العقد، وشروط تخالف حقيقة العقد. الشروط التي تخالف حقيقة العقد تبطله، كعقد النكاح أو تأقيت النكاح أو تعليقه على طلاق أو المتعة أو الشغار أو نفي المهر أو التحليل، هذا يبطل العقد. وهناك شروط تبطل وحدها ولا يبطل النكاح، مثل نفي النفقة، نفي الوطن، نفي الولد، نفي السكن، نفي القسم هنا. فهذا الشرط ليس بلازم لها، وقت ما تشاء لها الحق أن ترجع في قسمها. هذا طبعا إذا كانت للرجل أكثر من زوجة، وأما إذا كانت له زوجة واحدة فلا شك أنه يجوز، لأن المرء إنما يلزمه المبيت عند امرأته إذا كان حاضرا ليلة كل 4. هذا السؤال الثاني يقول: عندي 6 من الأبناء من الأولى وطفل واحد من الثانية، فهل لي أن أعدل بينهما في النفقة؟ نعم، الأبناء يجب العدل بينهم في النفقة لا شك، إلا لحاجة، ذكر معنا 3 أشياء في العطية تذكرون: إلا أن توجد حاجة لأحد الأبناء، أو كما قرر الموفق هذا رأيه إذا كان أحدهم أبر من الثاني، والأمر الثالث في الأمر الثالث أو هما أمران، نعم هما أمران لا يلزم فيهم العدل بين الأبناء. نعم، الأمر الثالث إذا كان في مقابل عمل، كأن يعمل معه في دكان أو غيره. هذا أخونا يقول أيضا: إذا تزوجت بامرأة وأنا مقيم في المملكة ولي زوجتان في دولة أخرى ولا أرجع إلا بعد 1 أو 2 سنين، فهل علي أن أعدل؟ نعم، عليك أن تعدل إذا رجعت، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يجب أن تستأذن النسوة، لأن المرء لا يجوز له أن يغترب أكثر من 6 أشهر إلا لأجل طلب الرزق. أما اغتراب أكثر من 6 أشهر لغير طلب الرزق
الذي هو الحاجة الأساسية فلا يجوز له أن يغترب عن زوجه إلا بإذنها، وأما أكثر من ذلك لأجل طلب الرزق محتاج إليه فيجوز. فبعد السنتين يجب عليك أن تعدل إذا رجعت لهما في القسم. الأخير غير واضح، إذا كان لزوجة في مدينة والأخرى في مدينة أخرى تبعد أكثر، فما الذي يحدث؟ نعم نعم، يقول هل يلزم علي أن أسافر؟ لا، لا يلزمك السفر. إذا كانت المرأة مما يسقط القسم، نسينا نتكلم عن مسقطات القسم، مسقطات القسم أمران: السفر، وإضافة للسفر النشوز. فإذا نشزت المرأة أو كانت مبتعدة عن الرجل بإرادتها أو بإرادة الزوج، يعني اتفقت إرادتهما، فحينئذ لا يجب القسم. ولكن الرجل لا يسافر إحدى زوجتيه في بلدين، يعني هو مقيم في ألف والزوجة الأولى في باء والثانية في قرية جيم، لا يقصد الأولى يتعمد ولا يقصد الثانية، هذه حيلة، لكن هو إقامته في ألف ولكن زوجة أخرى في بلد آخر، فحينئذ إذا وجدت مسافة قصر فيسقط القسم، مثل ما قلنا في الوليمة تسقط إجابة وليمة النكاح إذا كان فيه مسافة قصر وغير ذلك. صلى الله وسلم وبارك. سمي شيخي صفات صفات الاتكاء ذكر ابن القيم ثلاثة، نبدأ بها بترتيب ابن القيم ولا بترتيبي؟ بترتيب ابن القيم. أول ما بدأ ابن القيم قال التربع، الثانية الاعتماد، الاعتماد على شيء، على عصا يأكل وهو قائم معتمدا على عصا أو متكئ على مسندة أو يستند على ظهره، فإن الاستناد ظاهر كلامهم كالاتكاء، ما تأكل وأنت مستند. الأمر الثالث الاتكاء على جنب، بأن تكون راقد إما منبطح على بطنه أو على جنبه أو على ظهره، هذه ذكرها ابن القيم وقال كلها من صور الاتكاء. الرابعة ذكرها الخطابي، فقد ذكر الخطابي الاتكاء أن يجلس على شيء لين، هذا كلامه، وكلهم باب الندب والأدب. وقلت لك أن ترجيح الشيخ عليه رحمة الله الشيخ باز أن المراد بالاتكاء إنما هو الاعتماد، قال لأن لا يسمى اتكاء إلا باعتماد وميلان، اجتماع الوصفين اللغوي، ذكرت في البداية أن في اللغة يشمل الثنتين، فإذا اجتمع الوصفان حينئذ يسمى. وأما النوم جانبه فقد فرد فيه نص منفصل. هذا الاتكاء من حيث الهيئة، أما من حيث فعل الأكل فقوله لا آكل متكئا أي لا آكل راغبا كحال أهل الدنيا، فآكل أكلا كثيرا متكئا على الدنيا، متكئا أي متكئا على الدنيا راغبا فيها، فلا آكل باحثا عن أنوان أكل وما حضر أكله، يابس لين مالح خانس الموجود يأكله، وهكذا المؤمن في القعود ألا يأكل ما يتربع، هذا الأفضل، أفضل خروجه من الخلاف ألا يتربع، لكن أحيانا لابد يتربع، مثل يلبس إزار وهو محرم لابد يتربع. وذاك الشيخ قال لنا هذه الفائدة وهو محرم في الحج، قال متربع، لا قال لازم يتربع وإلا ربما خاصة الشخص قد يظهر. وذلك يعني أي جلسة إما افتراش كهيئة الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل مفترشا، وجاء فيها الأكل ناصبا قدمه، ورد فيها أثر نصب، ينصب أحد الساقين نصبه والثانية يعني يجعلها مصفوطة، فهذه أفضل هيئتين، إما الافتراش أو نصب أحد القدمين أو على كرسي يجوز. الأصل القسم، هل هو واجب أم لا؟ قولان لأهل العلم، وقد أطلق القولين الشيخ تقي الدين، وإن كان يميل الشيخ تقي الدين إلى وجوبه. لا، قسم الابتداء جائز، في قسم الابتداء جائز لظاهر النص، قسم الابتداء، وأما قسم الاستمرار فلا قسم لها، لأن أصلا لا يجوز زواج الأمة إلا عند فقد الطول، فلا قسم لها، ما تعطى ليلة عند فقد الطول، لكن لا يقسم لها، ليس لها قسم، كل أربع ليالي. هناك لوجود الضرائر وهنا لا ضرائر، هذا الفرق، هناك لوجود الضرائر، لما وجود الضرائر يجب أن يجعل لهذه ليلة وهذه ليلة، ويجوز له أن يجعل لهذه يوم وهذه يوم ويومين يرتاح، يجوز له كذا لكي نجمع بين الثنتين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.